السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اتمنى تكونوا بخير. النهاردة جايب لكم فيديو بس اوضح فيه حاجة بسيطة جدا، هي المشكلة اللي ظهرت بقالها يومين في موضوع التيك توك دوت. ان انت لما تخش هتلاقي جنب كل عنوان، لما تخش في نظام مكافآت التيك توك هتلاقي جنب كل عنوان كلمة undefined، هتلاقيها فوق، هتلاقيها تحت، هتلاقيها في كلمة السحب، هتلاقيها جنب كل كلمة موجودة في التيك توك. الموضوع دوت ظهر بقاله يومين بالظبط، والناس من ساعتها مش عارفة ولا تسحب منه أرباح ولا تعمل أي حاجة، ولكن الحاجة الوحيدة اللي شغالة هي الشحن. يعني أنا لو جيت أسحب الفلوس عن طريق الشحن اللي هو شحن الرصيد هيشحن معايا الرصيد عادي بدون أي مشاكل، لكن لو جيت أسحب عن طريق الحساب البنكي مش هيرضى ان هو يسحب، وهيقول لي انه تم السحب زي ما انتم شايفين دلوقتي. يعني انا حاليا عامل عملية سحب المفروض من يومين اللي هو يوم 12 اغسطس، من ساعة بداية المشكلة، يعني من اول ما ظهرت مشكلة undefined ديت، والسحب بيقول لي تم السحب بنجاح، ولكن مفيش اي سحب وصل على الحساب البنكي، مفيش اي حاجة وصلتني والفلوس ما وصلتش. يعني 100 جنيه لغاية دلوقتي المفروض ايه ان هي ما وصلتش. بص يا شباب، المشكلة دي حاجة بسيطة جدا ومش محتاجة القلق اللي حاصل وان الناس قلقانة. طبيعي جدا ان الفلوس مثلا ما توصلش مع بداية ظهور المشكلة، فدي حاجة طبيعية. معنى الكلمة ايه؟ معناها غير محدد. معنى كلمة undefined يعني غير محدد. ايه معنى كلمة غير محدد؟ يعني في مشكلة في السيستم، يعني في مشكلة في السيستم عندهم، مخليين مثلا النظام في مشكلة او مش ماشي بالطريقة الطبيعية اللي هو المفروض يمشي بيها، أو في ثغرات، يعني النظام مثلا في ثغرات فهم بيقفلوها، وبالتالي هم مش عايزين يخلوا أي حد يسحب فلوس أو ياخد أي فلوس لغاية أما إيه أما المشكلة يلاقوا لها حل، وبالتالي يقدروا إن هم إيه يرجعوا عمليات السحب تاني بصورة طبيعية. طبعا مشكلة البي بال اللي الناس كلها عمالة تلطم بسببها، إن لما بتروح على كلمة سحب وتخش عشان تشوف حساب البي بال، تخش مثلا اهو لو دخلنا عملنا سحب، يعني لو جينا دخلنا عملنا سحب نقدي، هندوس سحب نقدي، هنلاقي ان طريقة الدفع المتوفرة هي التحويل البنكي فقط. لو دوست اضافة مش هلاقي طرق الدفع اللي هي كانت موجودة اللي هي عن طريق البي بال. طب هل هينزلوا طرق دفع جديدة؟ والله على حسب السياسات والشروط اللي موجوده في التيك توك، ان هم المفروض هيضيفوا فودافون كاش وهيضيفوا كل طرق السحب عن طريق المحافظ الالكترونيه. الكلام دوت امتى محدش عارف، اي حد في اليوتيوب بيقول لك ان هي تنزل بكره، هتنزل بعده، هتنزل مع الابديت الجاي، الابديت اللي بعده، مفيش الكلام ده. لكن السياسه بتقول ان هينزل طرق دفع جديده، هل هتنزل بكره او بعده محدش يعرف، ولا حد هيعرف غير لما فجاه تتفاجئ ان انت تدوس على اضافه طريقه سحب اموال وتلاقيها موجوده معاك، ان في فودافون كاش وايه والمحافظ الالكترونيه التانية. تقول لي انا دلوقتي اسحب فلوسي؟ لا استنى، انت كده كده لسه معاك لغايه 12 الشهر الجاي، اسحب فلوسك يا سيدي او بدايه الشهر الجاي، ده اللي اقدر اقوله لك، استنى بدايه الشهر الجاي واسحب فلوسك. لكن انت معاك لغايه يوم 12 الشهر الجاي، يعني الشهر الجاي يوم 12 فلوسك هتروح عليك. لا ومش هتروح عليك كمان، هيبقى فاضل، يعني التيك توك هيديك 3 ايام، يعني اول ما يجي يوم 12 التيك توك هيديك 3 ايام يقول لك اسحب فيهم الفلوس، لو ما سحبتش فيهم الفلوس الفلوس بالتالي هتروح عليك. فانت استنى الاول الشهر الجاي، مش بقولك استنى اليوم 12 او 13، استنى الاول يوم الشهر الجاي، ولو نزلت طرق السحب اسحب عن طريقها وما تخليش حد يستغلك. لو ما نزلتش بقى هيبقى قدامك حلين، يا تسحب عن طريق التحويل البنكي، يا تسحب عن طريق اللهم صل على النبي عن طريق الشحن. هو تقريبا انا علقت. المهم هتسحب عن طريق التحويل البنكي او عن طريق الشحن بس. فيا جماعه ما تقلقوش خالص ان فلوسكو لسه مثلا ما اتحولتش، انا هو زي ما بقول لك لسه معايا 100 جنيه بقالها يومين. الفكره في ايه بقى؟ الفكره ان انت اساسا بيقول لك لما تيجي تسحب عن طريق التحويل البنكي ان انت معاك من 3 ايام ل5 ايام عمل. فانت اساسا يعني انا شخصيا تجربتي الشخصيه لسه ما عداش 3 ايام عمل عشان اقدر ان انا احكم او ان انا اكلم الدعم. فيا جماعه ما تقلقوش، كلمة undefined ديت حاجة عادية جدا، وعن طريق تجارب الناس اللي عندنا متابعينا في القناة ان هي ظهرت لهم قبل كده وراحت في ساعتها، يعني قعدت يوم تقريبا وراحت، بس هي ظاهرة دلوقتي بقالها مثلا هي يومين بقول لك او ثلاثة. المشكلة ديت حلها ان احنا نصبر ونستنى اي ابديت بيجي جديد يعمل له ابديت، يعني ما تستناش مثلا ان هو يحدث تلقائي، لا اول ما يظهر في جوجل بلاي ان في ابديت للتيك توك اعمل ابديت، بحيث ان المشكله باذن الله لو اول ما تتحل تكون اتحلت عندك مباشره،
ونزلت الابديت بتاعها مباشره. وباذن الله انا اتوقع ان اول ما تتحل مشكله undefined ديت، مشكله السحب اللي هي بتستنى يومين او ثلاثه ديت هتتشال خالص. في ناس طبعا عندنا على القناه مشكله السحب معاهم بيقول بقاله اسبوع وبقاله اسبوعين. بص يا سيدي، انت المشكله اللي معاك ديت دي مشكله خاصه بيك، يعني المشكله ديت مش منتشره مع كل الناس، يعني مش انت الوحيد اللي بقالك اسبوع. هو التيك توك لا ما تضحكش عليك، انت ممكن تكون انت شخصيا كتبت رقم الايبان غلط، كتبت السويفت كود غلط، كتبت حاجه غلط خلت السحب ان هو يوصل فعلا بس ما يوصلش ليك، يوصل لحد تاني. فانت راجع معلوماتك وراجع المعلومات اللي انت كتبتها. المشكله بقى ان انت ما تقدرش تراجع معلوماتك دلوقتي، انت حاول تفتكر. يعني انت لو دخلت على السحب او دخلت على تعديل السحب انت مش هتلاقي المعلومات القديمه اللي انت كتبتها، وبالتالي فانت احتمال كبير بنسبه 99% ان انت تكون كتبت حاجه غلط، وده وارد يعني، لان اصلا رقم الايبان بيبقى كبير، فانت ممكن تكون حطيت صفر بدل خمسه مثلا. ادي الفكره. فيعني لا، هو مش طبيعي ان السحب يقعد اسبوع، ده مش طبيعي. بس اما انت لو متاكد من الكلام دوت فانت ما قدامكش غير حل واحد، ان انت تكلم الدعم بطريقه حل المشكله اللي موجوده عندنا على القناه. فيا جماعه الفيديو دوت انا خارج بطمنكم، ما تقلقوش باذن الله كل حاجه هتتحل، واللي معاه مبالغ كبيره برضه هيقدر يسحبها، بس ما تسحبهاش دلوقتي. اديني بقول لك اهو، ما تسحبش دلوقتي، لان انت لو سحبت دلوقتي هتخش في مشكله الانتظار لوقت طويل لغايه ما يوصلك السحب. فنصيحتي ليك استنى لغايه اما كلمه undefined ديت تتشال خالص وتبدا ان انت تسحب بصوره طبيعيه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش اللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.